شوفوا الخبز عيوني، نفسي اضمك في الموضوع، نفسي اضمك في الموضوع، وحشتني وحشتني بجد، يعني مش كلام كده، ربنا وحده اللي يعلم. اخر خبر جالك عن اخر معلومه جات لك؟ خبر يعني ما فيش اخبار، بتهيألي ما فيش اخبار جات لي عن مش اخبار للخارجيه، عارفه حاجه عنها ولا السفير المصري ولا القنصل المصري، ما حدش قابلها لحد دلوقتي ولا حدش يعرف عنها حاجه، ولا حد طمنك. فاتت يوم معتقله شيماء دلوقتي وما جاليش عنها اي اخبار، وانا متاكده من الكلام. ولا في حد مثلا بيقول لك ان هم بيحركوا او في اتصالات؟ كل ما اتصل بحد يقول لك بتخلص اجراءات، تخلص اجراءات، تخلص اجراءات، انا مش عارفه اجراءات ايه ما بتخلصش. استمرار اتجاه شيماء عادل امر غير مفهوم، هي صاحبتي كانت تقوم بواجبها، لكن واضح ان الحكم العسكري هناك مضطرب، مش عارف ياخد قرارات. من واجب السلطات المصريه الاهتمام اكثر والضغط اكثر من اجل الافراج عنها، واحنا جينا لهذا الغرض ان احنا بنضغط على الحكومه عشان تضغط على الحكومه السودانيه عشان تضغط.